عندي بطارية 2 3، واحد موجب واحد سالب. موجب سالب موجب سالب. اوكي، عندي السالب ده، دول الاثنين اللي رايحين للسكوتة للطيارة لأي حاجة انت بتستخدم فيها البطارية دي. دي 4 فولت ودي 4 فولت ودي 4 فولت. اوكي، انا بوصل سالب مع موجب وسالب مع موجب، كده يحسب لي 12 فولت. كده 12 فولت، لان 4 زائد 4 زائد 4. اوكي، حسب لي 12 فولت. الثلاث سلوك اللي انا خلعتهم، الاحمر والابيض والاسود، الثلاثة دول اللي كانوا راكبين في الاول، ادي 1 2، ده اللي هو الاحمر. لو خدت بالك الاحمر واصل مع احمر مع موجب، خلاص مش عايزه. بعدين الابيض واصل هنا، ده ابيض. بعدين اسود واصل هنا، ده اسود. بقى عندي 1 2 3 4، 4 سلوك. 3 اللي هم دول اللي واصلين مباشرة، وده الموجب، اسف السالب، اللي واصل مع الكنترول. الكنترول هياخد الثلاث سلوك دول عشان يبتدي يشحن. كنترول واخد السالب اللي كنت عايز افصله من شوية، السالب اللي كنت عايز افصله من شوية، قلت مش مشكلة، ده واصل بالكنترول وده واصل بالكنترول وده واصل بالكنترول وده واصل بالكنترول. فالكنترول يبتدي يشحن لي دي، لما تتشحن يفصلها، بعدين يشحن دي يديها سالب وموجب، يشحن دي تتشحن يفصل، بعدين يشحن دي. طبعا الكلام ده بيحصل في نفس التوقيت، يعني هو بيشحن الثلاثه في نفس التوقيت، دول بيتشحنوا في نفس التوقيت، بس اللي تشحن فيهم يروح فصلها عشان ما تتنفخش. انا شرحت الموضوع ده قبل كده بس بشرحه تاني، لان لو عندي البطاريات كده سالب موجب سالب موجب سالب موجب، اوكي، ووصلتهم كده، السالب مع السالب والموجب مع الموجب، هيديني كام فولت؟ هيديني 4 بس، هيديني 4 فولت. ليه 4 و4 و4؟ دي 4 ودي 4 ودي 4، اداني ليه ازاي 4 فولت؟ لان انا موصلهم مع بعض، زي السياره لما بتجيب بطاريه سياره وتجيب بطاريه ثانيه من سياره اخرى وتوصلهم مع بعض، بيديك 24 فولت؟ لا، بيديك 12. لو 24 فولت السياره خلاص تترمي في الزباله، الضفيره بتاعتها هتبوظ. لكن اللي بيحصل ان انت بتوصل سالب مع سالب وموجب مع موجب، فبيديك نفس ال 12 فولت. لكن لو خدت سالب مع موجب وكده على التوالي، رميت العربيه في الزباله. خلي بالك، اوعى تعمل الحركه دي. اشرح بس حته العربيه، السياره دي، ادي بطاريه السياره سالب موجب، اوكي، بطاريه سياره ثانيه موجب وسالب، اوكي. انت بتعمل ايه؟ بتروح موصل موجب مع موجب وسالب مع سالب، دي 12 فولت ودي 12 فولت، كده هيفضل 12 فولت هم 12 فولت. لكن لو عملت كده، خدت البطاريه دي والبطاريه دي، وهنا موجب وهنا سالب وهنا موجب وهنا سالب، اوكي، ورحت موصل سالب مع موجب ودول السياره، كده 12 وكده 12، 24 فولت. انت كده جمعت الفولت، اوكي. طب الحركه دي اللي انا بعملها في السياره عشان اشحن، دي الصح ودي الغلط. الحركه دي انا بعملها عشان اشحن او ادور من سياره لسياره، ايه اللي بيحصل عندي؟ انا بعلي الامبير. يعني هم 4 فولت، يعني هنا ادتني 4 فولت في الاخر، بس امبير عالي. 4 و4 و4 يديني 12، لا اداني 4 فولت برضو بس امبير عالي. يبقى كل ما هتزود بطاريات هيعلى الامبير، كل ما تزود بطاريات تزود 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 زي ما انت عايز، الامبير بتاعك يعلى ويفضل 4 فولت هم. عشان كده لو حبيت الطياره عندك بتمشي مثلا نص ساعه وعايز تخليها تمشي ساعه، زود الامبير، علي الامبير، ما تعليش الفولت، الفولت هيحرق السياره او السكوتر. نفس الكلام في السكوتر، الفولت يحرق السكوتر او الطياره. علي الامبير، علي الامبير ازاي؟ افضل احط سالب مع موجب وسالب سالب 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 موجب 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 كلهم ورا بعضيهم صف واحد كده زي دي، عشان الامبير يعلى ويديني نفس الفولت، نفس الفولت وامبير عالي. هنا انا محتاج 12 فولت، فعشان انا محتاج 12 هم 4 و4 و4 وصلتهم كده على التوالي، لكن كده على التوازي. وصلت، اتمنى انها تكون وصلت عشان ما اطولش اكتر من كده فيه.